ليش هيدي تشكيلة المدرب جاتوزو بهيدي المباراة، بينما فريق الرياضي مبلش بكريم زينون، كيكانوفيتش، والعراقجي هايكي جوكشا وماني هاريس. لعب كيكانوفيتش وكليف ألكسندر راح يكون على الجامبول. نشوف لمين راح تكون الغلبة بهيدي البوزيشن الأولي بين بيروت وفريق الرياضي. البوزيشن راح تكون لصالح بيروت، بيسترجعوا الطابة بيروت. علي حيدر كمان عم يخترق، بسجل الحيدر، عم يلعب بطريقة سيرجيو درويش، بيمرق وهالبلوك شوت ناطره من هايك. علي حيدر، الحيدر موجود ليسجل درويش. سيرجيو بيعطي كليف، كليف ألكسندر بيعمل درايف، بيوصل على السلة بإيده الشمال، بسجل كليف. سيرجيو درويش بمر لعلي مزهر، عم يلعبوا كثير منيح، عم يلعبوا. بيخسر الطابة، وائل بيعمل ستيل، فاست بريك، كريم زينون بمر لماني هاريس، والمحاولة بتتكمل من اللاعب ماني هاريس. ماني بمرر لكيكانوفيتش يلي بيسجل هالمرة على كليف الحيدر لدار تاكر، بيسجل عن الارك دار. 3 بوينت بجيم واحد. كيكانوفيتش كمان بطلع له اياها لكريم زينون. الزينون العراقجي يعطي هاي كريم زينون كمان اوبن شوت، شوفوا كيف متروك كريم زينون للمرة الثانية عم يسجل. يخترق على السلة، وائل بيعمل الستيل، جود ديفنس من وائل عراقجي. 3-2 بالفاست بريك اند 1 لماني هاريس. كمان دار تاكر بيعمل درايف، بيوصل على السلة، حلوة كثير هالبريتريشن يا تاكر. شوفوا رد حيدر، بيوصل على السلة، ريباوند كمان علي حيدر عم يسجل. 6 نقط للحيدر. درويش والطابة عم توصل بصعوبة لعلي مزهر يلي بفضيه بشكل كامل. تاكر ضرب من المسافة ومدير الفريق كمان دار كمان فيك، شوفوا كيف واصل. اي لاف ذيس جيم. 11 نقطة للطابة. طابة عم توصل لهايك، بياخذ تسديدة ثلاثية، بسجل هايك جوكشيا. بدافع عليه طريق كوربات، تغييرات بالجملة، علي محمود بيعمل ستيل، بكبها للدرويش. لا شو هايدي. كمان كليف ألكسندر بوصل له اياها لسيرجيو، حلوة هالتمريرة. وائل بيرجع من جديد لثانية، بياخذ تسديدة ثلاثية السكند. كمان مدري شوت من وهون، شوفوا علي محمود، علي محمود شو عم يلعب. علي محمود كمان ستيل وقص. امير سعود لبرا عند سكاكيني، كمان بياخذ محاوله، كمان عم يسجل هالمره من نقطتين. مرر اسماعيل احمد اوبن شوت، مرتاح كثير، اخذ التسديد سجل. افضل لاعب عنده بجربوا يثبتوا ويوصلوا كمان رسائل. كليف ألكسندر عم ياخذ تسديده ثلاثيه، بسجل كليف. كمان كليف رح ياخذ تسديده، بسجل كليف، بسجل ذكي كليف ألكسندر. شو صار؟ تركه يعني اسماعيل رجع لورا، تركه يعني اعطيه الشوطه على انه يخترق، اخذت تسديده كليف ألكسندر. مرر فاول من علي منصور، وهون كاونتد كملها دار تاكر. يكون ضيفنا عضو اللجنه الاداريه بفريق الرياضي سيف دياب يلي هي طبعا اذا حلقه سايد بول الثلاثه الساعه 4. امير سعود بسدد طولي بهالموسم، بيخترق وصل على السلة هالفينش. بيقدر علي مزر يلي عمل ستيل، علي عم بمرر لكليف ألكسندر. باسكت، شوف اذا باسكت ان، الحكم عم يقول يبشر براشر على وائل من ميغيل. شوف الضغط يلي عم ينعمل، كيكانوفيتش يوصل تحت السله، بسجل كيكانوفيتش، بسجل نقطه السادسه. علي مدري شوت، بسجل المزهر، 5 نقط لعلي مزهر، طلع الفارق لسبعه. بس هيديك ايه، هيديك بعيده كثير. كيكانوفيتش بسجل نقطة العاشرة. سيرجيو عم يخترق، بمرر للمزهر، تسديدة ثلاثية لعلي كمان ما بينجح فيها، تروح لعلي حيدر، حلو الفينش يا حيدر. 8 نقط لعلي، ريباوند للحيدر، فاست بريك المزهر،
يعطي كمان علي، شوفوا علي، شوفوا علي كيف لعبها على كيكانوفيتش، سجل نقطة مع دار دار تاكر، هو اللي بيروح على السلة ما بيسجل دار تاكر، سيرجيو درويش باسكت إلا الدرويش بيتابع كان على كريم زينون، وائل فلوتر بسجل العرقجي، أربع نقط لوائل بهالمباراة. تاكر على الريباوند، عم يراهن المدرب جاتوزو يترك تاكر وعلي حيدر، وتاكر بسجل النقطة ال 15، بده يجرب يعمل اللي فيه، حطهم بفاول اوت، إذا حدا قدر لعب جوا مثلا على علي حيدر، هيدا الشيء اللي عم يجرب يعمله هايك، ما بيقدر بقى يدافع علي حيدر، شفتوا كيف؟ عم نشوف الزون ديفانس. علي حيدر بيلعب على السلة بسجل علي، عم يعمل جيم ممتاز لهلا الحيدر. علي يعطي الحيدر بسجل الحيدر، في ثلاثة علي على أرض ملعب بفريق بيروت، والعراجي بيستفيد من تمريرة هايك بسجل. ثلاثية ماني هارس على الديفنسيف ريباوند، ماني بيطلع بالطابة بشكل سريع بسجل ماني هارس، هول كثير قوي فيهم ماني هارس. المزهر توصل لكليف الكسندر تحت السلة، باسكت لكليف. كريم قاطع الزينون 10، كمان ماني هارس، ماني هارس وصل على السلة بإيده الشمال، عم يسجل جو مارك جروج علي لجو مارك، بياخذ تسديدة ثلاثية بسجل جو مارك جروج عن علي، بمر لطايري كورفيت تحت السلة بسجل طايري، بسجل كورفيت أول سلة لطايري كورفيت بهالمباراة، وهون كمان في بلوك شوت عم ينعمل على وائل، خطأ لصالح علي منصور كاونتد محتسبة، طايري كورفيت بيخترق النصلة، ما معقول بلا سلة يا طايري يا كورفيت، منه هين هاللاعب، لاعب من ميعاد الاحتياط كثير خطر، وهيدا كمان عم يفرجينا هالشيء. طيب هايك بياخذ تسديده ما بتنجح، كيكانوفيتش بلم الريباوند بسجل كيكانوفيتش 14 نقطة لهاسلر، وقد ايه كمان قدر سجل نقط ميغيل مارتينيز، ما بينجح كليف الكسندر بسجل كليف، خاطف الريباوند من يعطيها لكريم زينون، هايك جوكشا هايك ينجح بالتسجيل، هايك سبع نقط لهربت، فرصة للرياضة ينزل فرق لأقل من 13، توصل لكيكانوفيتش بسجل كيكانوفيتش 16 نقطة للاعب البون، كريم بمر لكيكانوفيتش بيعمل فيك بسجل كيكانوفيتش نقطة كبيرة، يحمل ضغط طايري كورفيت بيلعب على السلة بسجل طايري كورفيت، كورفيت لعند كيزي كريم ما بينجح، بتابع كيكانوفيتش 21 نقطة، نقطة الليد لصالح فريق بيروت، سيرجيو بيعطي على حيدر ذكية تمريرة 18 نقطة للحيدر، نهاية الجيم بيروت عم يتقدم بفرق 15 نقطة على الرياضي، هايك جوك شوت تسديدة ثلاثية بسجل هايك بنجاح عن الارك نقطة، دقيقة و15 ثانية لنهاية المباراة، سيرجيو قطع يوصل على السلة بسجل الدرويش نقطة 18، علي منصور لبرا عند هايك، تسديدة هايك على الثلاثية ناجحة 3-3، والعراجي محاولة ثلاثية بسجل العراجي نقطة العاشرة بالجيم، أول سيرجيو درويش، سيرجيو شو عمل الدرويش؟ ما معقول شو عمل سيرجيو؟ شو هيدي اللي شفناها يا درويش؟ بمرر لعلي المنصور بياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح، علي محمود على الريباوند 93-83، المدرب جاتوزو وفريق بيروت بيكسر سلسله انتصارات فريق الرياضي اللي دامت من 29/11/2023، كانت الخساره الاخيره